قصة وحزورة. بتقرير حلقتنا لليوم رح نحكي عن أهمية الحفاظ على مبادئنا وإيماننا مهما صار حولنا. مثل ما بتعرفوا يا أصحابي، بالحياة في مغريات كتيرة ومن الصعب نقدر نقاومها، وكلنا معرضين للتجربة، حتى يسوع تعرض لها، ولكن بقى محافظ على إيمانه ورفض ينجر للخطية. مثلاً إذا أهلي منعوني روح لمكان معين وأصحابي نصحوني كذب عليهم لنظهر سوا، فما لازم كذب وزعل يسوع لو مهما ألحوا أصحابي، بالعكس لازم التزم بمبادئي وبإيماني. فالأهم من إرضاء الغير هو إرضاء الله، وما تنسوا أنه أعطانا القدرة لننتصر على الخطية وما ننجر إلها. والكتاب المقدس بيقول قاوموا إبليس فيهرب منكم. قصة وحزورة.